بهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من أبوظبي سعادة الأستاذة نعمة المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. بعد التحية نبارك لكم اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وطبعا مما لا شك في أن المرأة الإماراتية هي صانعة التغيير وشريكة في التنمية المستدامة، هل تحدثين أكثر بخصوص ذلك؟ أسعد الله مساكم ومشكورين على هذه التغطية الإعلامية اللي ما شاء الله أنكم متواجدين، وبالفعل حسستونا أن احنا اليوم فاتحين قناة أو تلفزيون الإمارات للتغطية اللي أنتم قايمين بها. إذا جينا نتكلم عن دور المرأة الإماراتية وما حققتها من إنجازات استثنائية، بالفعل استطاعت أن تخطو المرأة الإماراتية خطوات تاريخية مشرفة في عدة مجالات، وهذا كله بعد فضل الله سبحانه وتعالى يرجع إلى القيادة الرشيدة منذ قيام الاتحاد وما أولته من أهمية في دعم المرأة الإماراتية. من بداية مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص اللي منحها حق التعليم ووصولها إلى تقاليد مناصب عليا، أصبحت المرأة الإماراتية الحمد لله رب العالمين محطة أنظار العالم وشريكة رئيسية في مسيرة التنمية الشاملة. كذلك نسترجع اليوم الرؤية الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله تراه، والمشاركة وبمشاركة وجود سمو الشيخة فاطمة تنبارك أم الإمارات حفظها الله رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكيف رسمت طريقة أو طريق تمكين المرأة الإماراتية وذللت جميع الصحاب أمامها وأي تحدي كان للمرأة الإماراتية وتجاوزته بعد فضل الله سبحانه وتعالى، هي لأم الإمارات اللي مكنت المرأة الإماراتية في تفعيل دورها ومسيراتها البناءة. إذا جينا نتحدث عن الإحصائيات ووجود المرأة الإماراتية في مناصب كبيرة، شكلت المرأة الإماراتية في بداية حديثي عن المجلس الوطني الاتحادي 50% من المقاعد البرلمانية، إذن أثبتت وجودها في المجال البرلماني. إذا جينا لسوق العمل، جينا للقطاع الحكومي، المناصب القيادية اللي تشتغل في الوظائف تخصصات المرأة الإماراتية، وجودها في المناصب القيادية، وجودها في مجال الإدارة في غرف التجارة والصناعة، كذلك العمل في السلك الدبلوماسي، وانتم روحكم تشوفون سفيرات دولة الإمارات في دول عديدة، وجود المرأة كذلك في المناصب الوزارية وما تحظى به المرأة الإماراتية في المناصب الوزارية. نعم، وبهذه الفرصة أختي أنا أشكركم كل الشكر على يعني ما غطيتوا به، والشكر صراحة للقيادة المملكة البحرين الشقيق، والشكر لأهل البحرين، والشكر لكل العاملين في تلفزيون البحرين، وأشكر اللي تقوم بترجمة اللغة الإشارة لفئة الصم، وهذا أنا يسعدني ويشرفني أن تكون من بنات البحرين تقوم بترجمة إشارة الصم، فشكرا لكم. نعم، نشكرك سعادة الأستاذة نعم على هذه الإشادة، وهذا يعني يعتبر واجب لنا، لأننا نعتبر بأننا نحن والإمارات يعني لدينا مصير مشترك، ونحن بالعكس نعيش دائما أفراح الإمارات، ونتمنى لكم التوفيق دائما. سعادة الأستاذة نعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، شكرا جزيلا لك.